معنا برضو سؤال السوشيال ميديا، بما النهاردة الأربع وإحنا كل أربع بنحب نختم مع حضراتكم يعني البرنامج بسؤال سوشيال ميديا، وبما برضو إن إحنا بنتكلم إن السبت الجاي هيكون مباراة الأهلي والترجي في الإياب، فتوقعات حضراتكم إيه لمباراة الأهلي والترجي؟ بعتولنا وإن شاء الله تصدف كده يبقى فيه إجابة سليمة. وأنا برضو هقول توقعاتي أيوة زي ما قلت في الذهاب، بما إنها بتظبط عادة يعني بنسبة والله 90% الحمد لله التوقعات بتاعتي بتبقى كويسة. تعرف بعض الناس على السوشيال ميديا مسميني الشيخ أنا هوند. بس كده بقى يا شيخ انا ودي انت شخصيا شايفه ايه؟ بص هقول لك على حاجه يعني بمنتهى الصراحه، انا اشعر ممكن worst case scenario اسوء الحلول ان احنا هنتعادل، لكن لن يكون هناك خساره تماما، ده اللي اقدر اقوله. ممكن نتاهل، لن يعني يكون هناك خساره يعني ان شاء الله يا رب باذن الله، يعني ده توقعاتي الشخصيه، بنامل ان شاء الله ده يحدث، او بنامل كمان ان يكون في اجواء بالعكس يبقى في فوز للاهلي باذن الله ده يحصل. هي كده كده فاضل خلاص ساعات بسيطه جدا بتفصلنا على اللقاء المرتقب يوم السبت الجاي ان شاء الله بين الاهلي والترجي في مباراه العوده او الاياب.